الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جنبك.
جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند ختمه من الفائزين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى العثرات يا رب الأرض والسماوات، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا، واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبل شهداءنا، اللهم اقبل شهداءنا
وعاف مرضانا واشف مرضانا وعاف جرحانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا Allah.